Nazal TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yen mbok yu internet Nazar TV ñu ngi amane bekk di andat ak yeen seen émission ya Hafiz al-Qur'an. Tay nak ñu ci and ak bané gi nga xamanteni ci ni ma sha Allah mu wara ñoo tay al-Qur'an al-Karim bu rafet ta sel ñukoy wax Shaddad Diop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man la seen mbok Shaddad Diop. Maay ngi ko ci diwan Louga, maay jangé école yi wax ni c'est Franco Arab Public de Louga. Assalamu alaykum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها
فمن رمتوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيما نشاء عجلنا له فيما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم.